أكد الممثل الأمريكي الخاص بالشؤون الإيرانية براين هوك على أن أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن تكون دور الخليج جزءا منه، مشددا على أن بلاده لن تسمح لإيران بإعادة استنساخ الحالة اللبنانية في اليمن ودول الخليج. وقال هوك في رده على أسئلة الأيام خلال لقاء عقده مع الصحافة المحلية بمشاركة الناطق باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن بلاده لن تسوق للسلام بين إسرائيل والدول العربية، بل لكل دولة قرارها وما تراه مناسبا. تمام أبو صافي لصحيفة الأيام.